جا اللي ضرك في قلبك وباغا تقولهاش، يعني احتياجات ديالك. حتى حاجه ما كاينه في هذه البلاد، حتى حاجه، حتى شي حقوق ما كاينه في هذه البلاد. الحمام هو الاخر ما كاينش، السبيطار ما كاينش، انا في السكر، الدواء ما تلقاش السبيطار ديال السكر، تنضطر نشريه. يعني ما كاينش شي مستشفى ديال القرب؟ لا ما كاينه حتى حاجه، نكذبوا ونقولوا كاين ما كاينش صراحه. والنفسيه ديالكم يعني من مور الزنزان؟ النفسيه ديالنا مضروره بزاف بلا قياس. سمعت بان الزنزال عاوتاني غير البارح ولا ما عرفتش؟ اه تيضرب يوميا، تيضرب الزنزال. وشنو تبغي تقولي بحال هاد الناس، الجمعيات هادو اللي كيديروا هاد المبادرات هاد؟ تنطلبوا منهم يساعدونا ويوقفوا معانا ويشوفوا حالتنا، هادشي اللي تنطلبوا، الله يجازيهم بخير، هادشي اللي تنطلبوا. رساله للمسؤولين؟ رساله للمسؤولين، عاوتاني نقولها ونزيد نقولها، حنا ما استفدناش حتى من الحقوق ديالنا، ديورنا مشقوقين وما شدينا الاستفاده اللي تيشدها، كلشي ما شديناش حنايا. وعلاش؟ ما عرفت، درنا الشكايه الاولى، الشكايه الثانيه، والو، ما عزلونا شحال من واحد، ماشي غير انا، شحال من واحد ما شدش. يلا يعني ديورنا. الدار ديالك رابت وما تستفدش؟ لا ماشي رابت، مشقوقه، عندي الشق في الدار، عندي الشق في الدروج، المهم كلشي مضرور، حتى حاجه ما داروا معنا حتى حل، كون غير ردونا لواحد الحل اللي قلنا ما عاطينكمش، نشوفوا شنو نديروا نصلحوا دارنا. يعني دقيتي الباب ديال المسؤولين؟ جوج مرات حنا تنديروا الشكايه، النوبه الاولى، النوبه الثانيه، والو ما كاينه حتى حاجه، ما عرفناهم شنو دايرين معنا، حتى حل ما دايرين معنا، ساكنين هكاك مشقوقه وساكنين فيها. يعني انتم باقيين عندكم التخوف يعني انه يضرب الزنزانه؟ هي مخوفين، معمر التخوف حيد منا، يوميا فينا ذاك الخوف ديال الزنزان، ما محيدش منا، يوميا تنخرجوا للزنقه، يوميا تنبقاو حتى بعض المرات حتى لينا وقت في الليل تندخلوا ديورنا. اخر كلمه اللي تبغي توجهها للمسؤولين؟ اخر كلمه تنقولها نسيين، هاد ولاد مطاع منسيه، ما تذكرش كاع. نتمنى هاد الرساله ديالك توصل لك. شكرا، نشكرك. حاجه بخير. لاباس اوليدي، كي داير؟ حنا جينا عندكم لجماعه ولاد مطاع الزاويه النبي امزميز، شنو الاحتياجات يعني ديالكم؟ يعني منين ضرب الزنزال لهنا يعني شنو هي النفسيه ديالكم كي دايره؟ سيدي ما عندنا السبيطار، ما عندنا سبيطار، ما عندنا حمام، الديور رابو، كاين اللي استفد كاين اللي مازال كاع ما استفد. وسيدي الله يجازيكم بخير، والله ينصر سيدنا ويجازيكم بخير، خاص الحمام للناس، ما كاينش كاع في هذا رمضان كاع الناس تقهرت، والصهد كاينين حنا غير في القياط، مازلنا في القياط، والصهد علينا والبرد علينا، دازت علينا ديك السمراره باد قتلنا، والبرد وجا الجبلي جا ثاني البرد تيتهزوا ويتحطوا القياط، واللهم لك الحمد. الله يهديهم ويشوفوا خوتهم المسلمين، الله يهديهم والله ينصر سيدنا. امين. والله يجازيكم بخير. آمين. والله يجازيكم، والله ينصر سيدنا. آمين. والله ينصر سيدنا. آمين.